السلام عليكم، حياكم الله في حديث العراق. لهذه الليلة أستضيف فيه السيد ياسر الحسيني النائب عن لجنة الاقتصاد البرلمانية. حياك الله سيادة النائب، أهلا وسهلا بك. حياكم الله دكتور، وحيا الله السادة المشاهدين جميعا. أنت وش كم نائب أقلية بالبرلمان شكلكم؟ بس أنتم معارضين، بس لكم أصوات، البرلمان كله يعني ما قاعد يطلع من عنده شيء معارضة. قاعد اشوفك انت تطلع في وسائل الاعلام تتحدث عن ملفات وبعض النواب الاخرين، شنو القصه بالضبط؟ حقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. وبادئا ببدء اعزي الامه الاسلاميه ومقام صاحب العصر والزمان بذكرى او ذكرى محرم الحرام، نعم، ومصائب اهل البيت عليهم السلام. اللي سؤالك اللي ذكرت لي به و يعني والبرلمان وكينونته والدور الرقابي لحالي، للأسف عندما يكون السلطة التشريعية والرقابية قريبة ومتأثرة بالحكومة وتنقاد أو تذهب أو تسير أو شنو نسميها ما نسميها خلف الحكومة، يكون هذه النتائج. اليوم الحكومة عندما تتجاوز على الدستور وتقوض من إيصال الوثائق المعلومات إلى النائب ليقوم بدور الرقابي بالشكل الحقيقي واللي يطمح إلى الجمهور والشعب العراقي وينتظر من البرلمان، تكون هذه النتائج. وما تتجاوز على الدستور شلون؟ يعني عندما تحول دون وصول الوثائق إلى النواب، هذا من جانب. ومن جانب آخر عدم وجود شفافية بكل إجراءاتها اللي تقوم فيها، وهي لازم أن ترجع. وحتى بالمنهاج الوزاري، يعني هنالك بالمنهاج الوزاري أن يعرض السيد رئيس مجلس الوزراء أعماله وما وصل إليه وما أنجزه من أعمال من هذا المنهاج الوزاري، ولم يصل إلى اليوم. اليوم شارفنا على السنة الثالثة لهذه الحكومة ولا من حركة أو ماكو. يعني أسا ما تدرون الحكومة إيش قاعد تشتغل؟ أبداً، وأتحدى أحد من الإعلام يعني؟ احتمال فد رئيس كتلة، رئيس كتلتين أو ثلاثة أو مقربين أو مختصين مقربين داخل لهم شأن بهذا الأمر يعلمون بعض المجريات، أما كل المجريات لا، مستحيل. ما حد يدري. على وما جرى في واشنطن لا يعلمه إلا الله وراسخون في العلم. إلا الله وواشنطن والسوداني. أكيد رئيس الحكومة. يعني ما أشار السوداني عن أي شيء بزيارته إلى واشنطن؟ لا، بس شفنا نتائجها المبهرة اللي هي أنبوب البصرة عقبة، ونتائج مبهرة هذه اللي ذهبت به الحكومة رغم كل الأصوات اللي أعليناها بأنيابة. هذا أنبوب استنزاف لخيرات بلد، وهذا أنبوب ظلم وبهتان على الشعب العراقي، وهذا راح يكبل ما يكبل وراح يبعدنا. وأبعدكم يا حكومة، يا حكومة انطينا عليها دماء على أن تسيرين وتنجحين، ونبارك هذا النجاح. وللأسف الإخفاقات أن نذهب بخيرات البلد إلى الغير. زين، هذا يعني هذا الأنبوب العقبة، هذا نتاج زيارة السوداني إلى واشنطن؟ نعم، ونتاج ضغط واشنطن على 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 الحكومة العراقية، ونتاج أن احنا شفافين مع واشنطن أن نذهب ب ما يحتاجه ويؤمر به المفاوض الأمريكي. يعني الأمريكان فرضوا هذا الأنبوب العقبة على السودان؟ نعم، هو تسديد للفواتير حماية إسرائيل للأردن ومصر. شفتك تصريح يعني كلش خطر، تقول هذا تسديد لفواتير حرب غزة. نعم، يشترك بهذا الأمر على اعتبار أن احنا عندما نمرر الأنبوب بأراضي سيناء الكيان الصهيوني يفرض علينا رسوم لمرور هذا الأنبوب، يعني راح ندفع وراح ندفع لمصر، ومصر تعودها إلى إسرائيل. شنو المشكلة بيوضح لي إياها أكثر، هذا الأنبوب شنو المشكلة؟ سيد الفاضل، بعيدا عن الجدوى الاقتصادية وبعيدا عن تعدد مصادر التصدير كما زعمت وكذبت علينا الحكومة ووزارة النفط، هذه الأكذوبة اللي يستخدموها حقيقة هو واقع حال بشكل صحيح. اقتصاديين ورجال اختصاص ونحن كلجنة اقتصاد لم يمرر علينا جدول اقتصادية من هذا الأمر، على اعتبار احنا شقد راح نصرف على هذا المشروع. هذا المشروع راح يصرف عليه من قبل الحكومة العراقية 28 مليار دولار. الأنبوب، بالمناسبة الأنبوب، خلي أبدأ لك وبعدين أخاطر. لا فضل.
البوب يمتد بمرحلة أولى من بصرة إلى حديثة، ومن حديثة إلى العقبة مرحلة ثانية، ثم إنشاء مصفى نفطي بأموال العراقية بالأردن. في الأردن يصفي النفط للشعب الأردني، وما فاض عنه يشتري العراق بأسواق البورصة العالمية. ثم لا لا خلنا أكمل لك، مو هي هذه الكارثة. ثم يمتد تصدير النفط بهذا الأنبوب إلى أراضي سيناء المسيطر عليها من قبل إسرائيل، وراح يأخذون ضرائب علينا على مرور هذا النفط. بعد وين يوصل؟ ثم يمتد إلى العين السخنة في مصر، مثل ما ذكرت رواية الحكومة، وهي مواقعهم الرسمية. العين السخنة إحنا راح نسوي مصنع بتروكيماويات، المصنع هذا البتروكيماويات من أموال العراق وفق الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية. هذه رواية الحكومة الأخرى، وهذا تدليس على الشعب العراقي. أنا اليوم أشارك الشركات الصينية لإنشاء مصانع داخل العراق وتشغيل أيادي العراقية واستثمار موارد الطبيعية وموارد البشرية. لو أني أروح أستثمر أستنزف خيراتي إلى مصر والأردن وإسرائيل وغيرها، وثم أعطي هذه الخيرات وأجيب بمكان. يعني بصراحة دوختني، يعني ما أدوخك، هاي الحكومة هي تدوخ شعبها، ولكن شعب نايم. بس شو سوي لك؟ بس وقف لي، يعني هسه هذا المصفى على أساس يبيع النفط بميناء العقبة، ومن هناك يروح على مصر. هسه حضرتك تقول لي مصفى في الأردن على مود يصفي النفط للأردنيين. نعم زين، وبعد 25 سنة الأنبوب والمصفى ومعمل البتروكيماويات للدول اللي على أراضيها، يعني هذا الاتفاق كلها لهم. إيه بعد 25 سنة لهم. زين، معمل البتروكيماويات في مصر، لمصر؟ لمصر. أدري مقابل شنو يعني؟ مقابل أن نبقى على الكرسي. هاي بس على مود السودان يبقى على الكرسي؟ هاي بس أن نبقى على الكرسي. احنا انطينا الدماء والتضحيات وفتوى الجهاد على مود شخوص يبقون على مناصبهم بكرسيهم. هذا كل هاي الشهداء اللي تشوفوها بالعراق وفتوى المرجعيه وغيرها، والناس وامه الثقلين انقلبت، وانطينا عزمه عندنا من اولاد وابطال، انطيناهم على مود يبقى شخصين ثلاثه على مناصبهم. هاي غريب. لا والله مو غريب. زين هذا وين الوثائق مالته؟ ماكو اي وثائق، ولا عندهم جدوى اقتصاديه، واتحداهم ان يكون عندهم جدوى اقتصاديه. ما عندهم، وبلعوا السنهم. ايش قد طلعنا وايش قد حكينا وايش قد نقول، بلعوا لسانهم حكومه ووزاره، ما طلع واحد من عندهم متحدث. ابواق ومطبلين يطلعون يحكوننا يمين يسار. هاي هي. زين، انتم شلون عرفتوا بتفاصيل هذا الموضوع؟ الحكومه قدمت لكم موازنات للبرلمان، صوتوا عليها بالبرلمان؟ نعم، صوت عليها السواد الاغلب اللي هم اصدقاء الحكومه. زين، ما يدرون ذولا شنو لا الموضوع؟ حتى لو يدرون يصوتون، وصوتوا بالفعل. زين، يقول لك انه هاي هم اصدقاء الحكومه. لا، يقول لك حتى هاي الشركه اللي راح تسوي هذا المشروع، شركه الماس، صحيح؟ لا، هي عروض مقدمه. واول مره اسمع بمناقصه لهذه الحكومه. الحكومه هذه لا بها مناقصات، وكل الحكومات كان بها، تلاحظون اكو مناقصات تعرض من قبل الوزارات ومن قبل المحافظين ومن قبل على المشاريع هذا، ويتنافس عليها الشركات على الافضل والاجود والاكثر خبره والاقل سعرا، وكل هذا يمشي الحال. هذا ضوابط المشاريع. هذه الحكومه ما بها. ليش ما بها؟ لان المحافظ عنده صلاحيه من 6 مليار فما دون احاله مباشره. المن راح يحيل هذا القلاص؟ اذا قيمته 10,000 دينار يصير 100,000 دينار، ويحال مباشره الى الشركات. هذا اللي يصير هيك، مجمعات صحيه ام المقعدين. وهي حكيتها للسيد السودان. مقعدين، مجمع صحي في مدرسه، مقعدين تواليتات يعني، ب 45 مليون دينار. انا بيتي بنيته ب 45، بيت زراعي بنيته ب 40، وهم مو باسمي والحمد لله. زين، يعني ب 40 مليون يجي يقول لي هسه من سوى هاي الضوابط؟ يعني انه تروح تحيل مباشر بهالطريقه. هو هذا الموازنات، قوانين الموازنات والتوافق السياسي على هذا الامر، ومضت هذا. ومنها وقيس المشاريع الوزاريه اللي هماتين تزيد عن 99 مليون، نفس الحاله 99 مليار، نفس الحاله صلاحيات للوزير وغير وزير. ومنها من يزيد اكثر بعد، هو استثناءات وقرارات مجلس الوزراء، وهم يصوت عليه وهم دايو حال هيك. والمشاريع كلها تاخذها شركات مختصه بالشأن السياسي لتسمين جهات سياسية، أما للمضي بمشاريع حقيقية لا. أولها ومثل ما لاحظتوا هاي الشركات هسه، حتى الإعمار اللي موجود هو هسه مو بس دون مستوى الطموح فنياً،
لا، وإنما حتى سعره أغلى من سعره بعشرات المرات. يا بطونة وثائق مثلاً، مثلاً مثلاً يعني مثلاً قل لي، لأنه هسه أنت الحكومة تتحدث عن إنجازات، بنت مجسرات، سوت مشاريع وتتحدث عنها باستمرار. بيش؟ ما أدري أنا بيش ما أعرف. إحنا الكلام. بيش يمكن النواب؟ إحنا نسأل بيش هذه شقد سعرها؟ شقد سعر هذه البنايات وهذه؟ تحدثنا مع رئيس الوزراء وناقشنا جداول الموازنة 24. دعانا في مكتب الخاص وتحدثنا وياه وقلنا له المشاريع مضروبة في عشرة، في أكثر من عشرة. لا لقيت مع مشاريع، قسم بالله الكريم لن تصلني، لم تصلني الوثائق إلى الآن. وقريبا إن شاء الله تكون عندي وأعرضها لجنابكم وأعرضها للمشاهدين. قسما بالله الكريم لقيت مشاريع بإحدى الوزارات تشجير الكيلو الواحد. أنا هذا الكلام يعني تجيني وثائق قريب، تشجير تشجير لا تبليط ولا أرصفة ولا غيرها، ولا تشجير الكيلو المتر الواحد ب 124 مليار دينار. المتر الواحد؟ لا لا بس وقف لي. اي لا لا بس اخاف مشتبه. اي لا متر متر واحد كيلو متر، هالكيلو المتر واحد كيلو المتر بيش 124 مليار دينار. ايش زارعين هاي؟ من الجنة. غريبة. نعم يا وزارة تجيني واتحدث بها خاطر لا اكون في موقف قانوني سيء. تحدثت لك اياها في وقت انا من هذا واقيس. هسه بحكومتنا هاي؟ نعم من هاي الحكومه. حكومه السوداني. نعم بهذه الحكومه اللي عشتنا غيرها، هو هاي الحكومه اللي صوتنا عليها وانطينا اعز شبابنا على ان ندمانين لان صوتوا عليها هاي الحكومه؟ عن نفسي؟ ايه اي والله ندمان. عن نفسي؟ عن نفسي غير؟ ايه؟ انا اكثر واحد ضحى للاطار. واتحدى رئيس كتله او 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 جهه سياسيه لها موقف خدم الاطار بكثر ما خدمت انا، واكثر المتضررين من الاطار هو انا. ليش؟ ها هي عندي شخصيتين داخل الاطار اتكئ عليهم ومتزنين بالعقليه والاتزان السياسي، ولم ينخرطوا، ولكن شنو الفائده؟ بس الواضح انه كل الاطار داعم حكومه السودان. لا مو كل الاطار. من خل أبين لك إياها، قضية واحدة. الإطار يعتمد على قضية التصويت. زين. عندما يكون هنالك تصويت بأغلبية يمضي الحال. الآخرين لا يعارضون. بس لما يكون أكو فد أمر مثلا طارئ أو شيء أو ما أعرف إيش، ذاك الوقت يلا يعارضون وتعلى الخلافات وبعدين تتساوى الأمور. أما تقول لي توافق تام، لا أقول لك ماك توافق تام. يعني الآن نظرة الإطار عن حكومة السوداني نفس النظرة اللي تتحدث بها حضرتك الآن عنها؟ لا مو بهالحدة. هذه مو بهالحد؟ لا مو بهالحد. يعتقدون بأن حكومة السوداني ما عندها مشكلة، هسا عليها ملاحظات، عليها شوية تفاصيل، بس مو بهال مو بهالحدة. مو قلت لك مو بهالحدة، مو بهالشدة هاي اللي تتحدث عنها. أما أنا أتحدث عن نفسي لأن ما عندي قيد. إيش قدك وحج إيش قدك فساد بهذه الحكومة؟ هواية جد فسادها. 420 تريليون دينار اعلى موازنات مرت بالعراق من نشأة الكرة الأرضية الى اليوم. وهذه المنجزات اللي اشوفها ما عندي جواب اي. بس المنجزات اللي يتحدثون عنها الرأي العام اللي شاغلين الناس بها يقول لك عندنا سام رجعنا على مجسرات، وحده من صفحات التطبيل بها على سال محمد، وحده من صفحات التطبيل مهي. هذا اللي 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 يعيش الشعب بالافيون، عايشه بالسبات. واحده من صفحات التطبيل يقول ان احنا عندنا منجزات ما انجزت للثلاثين سنه الماضيه في دبي. بابا انتم هو برج خليفه واحد، اذا قدرتوا تسوون طابق واحد من عنده عتبوني. مو 30 سنه ما قدرت توصل دبي، 30 سنه ما قدرت. بابا عندكم 440 تريليون، لو اريد افلش البلد كله وارجع ابني مرمر هماتين ما يكلفني هذا المبلغ. ولكن لا زالت حيتان وشركات الفساد قائمه على قدم وساق، هي المسيطره على المشاريع وهي الاحالات الها. واتحدى واحد بالبلد ويوميا يجوني مجموعه شركات القطاع الخاص، شركات المقاولات، يجون يتظلمون ويشتكون من قضيه عدم إحالة المشاريع لهم أو عدم إشراكهم بمناقصة بدعوة بأمر،
والشركات كلها اللي تدير، والأخص صعدنا في بابل اللي تدير المشاريع كلها من خارج المحافظة، والشركات لزيد وعمر ومحجوبة ومخصوصة بشركات معينة. من خارج المحافظة من أي محافظات؟ من كل المحافظات بما فيهم الأنبار. من الأنبار؟ الأنبار، كرد، غيره، بغداد. زين، أنت ذكرت أكو شركات معنية بالشأن السياسي. نعم، هي هذه الشركات. يعني شنو هاي؟ شنو معنية بالشأن السياسي؟ يعني خلي أبين لك، هذه الشركات حقيقة هي سياسية بالأصل، وتتدخل حتى بوجود وأحجار اللعبة في وجود الموظفين المعينين بهذا المكان من عدمه. وحتى الشركة تتدخل تعين وزير، وكيل وزير، وكذا، وكيل وزير، مدير عام وغيره من هذه الأمور. نعم، بهذه الطريقة وهذه الكيف. هي يدفعون أموال. وخير دليل ما ذهب إليه وزير الدفاع السابق وقال لك نور زهير إجاني اليمي وقال لي أريد فلان في هذا، خير دليل. أنا ليش ما أريد أنطي يعني ما أخذ قانوني للجهة الأخرى أن تديني وتكبل وتمنع وتحجب هذا الصوت عن الناس؟ لا أكيد أنا بهذا. يعني وزير الدفاع يقول نور زهير إجاني قال أريد الموظف، قال لي هذا الشخص وديه هنا بخليه بهالمكان هذا. هاي الشركات ايش قد تأثيرها على السوداني نفسه؟ أدى يعني تأثير؟ هي المجريات والمعطيات عفوا موجودة وواضحة للعيان جميعا. زين، هاي المنطقة الخضراء اللي انطوها الشركات على أساس إماراتي، شفنا شيها بيها شخصيات عراقية، يعني ابن خميس الخنجر واقف بالموضوع. سيد الفاضل، خلي يكون معلوم الجميع وخلي يكون معلوم الشعب العراقي أن حتى الشركات اللي الكبرى اللي داخلة إلى العراق هي باتفاق خارجي أو مكاتب أو ماخذين من عندهم مكتب إقليمي أو هو مسجلة في بلد وجاية هنا، مسجلة في عمان، مسجلة ما أعرف إيش، لقيت شركات وعقود بالموانئ أصلاً، ما مكتب مال محاماة، أتصل عليه مكتب مال محاماة أصلاً مو شركة، يعني طلع مو شركة نهائية، مو شركة، مكتب مال محاماة من هذا وقيس، وأخرى ما إلها اسم، واثنين توأم باسم واحد. عمي إحنا نمشي بلا قوانين. أنا مدير عام موانئ جاي أدز عليه وأريد أستفهم من عنده بمخالفات القانونية وتعاقداته اللي يشيب لها الرضيع. أجي عليه أباوع رئيس الوزراء مسوي له دائرة تلفزيونية وياه ويقول انتظرك لل 26. هذا تدرك هذا يعني شنو؟ انتظرك لل 26 يعني داعمك باقي أنت لل 26 يعني لل 2026 لل 2026 بعد، احتراما لرأي من يقف خلفه سيد مقتدى. هذا 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 كلام الفرطوسي، أنا من تيار الصدري. والسيد السوداني بعد ما حاسب ولا سمح أن أحد يحاسب فرحان الفرطوسي، حتى لو أجيب له متلبس هذا ما راح. أي بس عندك وثائق على فرحان الفرطوسي؟ عندك ما يثبت فساد؟ شنو الفساد؟ أشكال الوثائق أنا هسه مكودا بلجنة تحقيقية ما أقدر أعرضها بالإعلام. عندي وثائق قسم بلا اله الا الله راح تهيئ الايام قادم الايام. زين، يعني لو ما عندي هاي اللجنه التحقيقيه لا ذهبت، كان ذهبت الى بعد من ذلك، كان جبت الوثائق صفطتهن هنا ومثل ما عرضتهن في مجلس النواب اعرض اكثر من عندهن، اللي هن عرضتهن قليلات في مجلس النواب، اعرض اكثر من عندهن واعطيكم تفاصيل. واي وحده من عندهن هي بس وحده من عندهن من طيل الشركه إلها دخل وإلها إيد بالإرهاب وعليها جاي بها كتاب من مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، جاي كتاب بمصادرة أموالهم من القولة غير من القولة، انطاهم 43 مليون دولار. أوف، وبعض منها وقيس انطاهم ورا ما إجا هذا الكتاب انطاهم إياه بعد. وهاي الشركة متهم بالإرهاب وموجودة لا تزال، عندما كان محمد الشياع السوداني وزير الصناعة قال هذا العقد لا يجدد وجدد وراها 30 سنة. وهو بتوقيع محمد الشياع السوداني مرة ثانية اللي هو أصلاً 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 رفضها هناك؟ لا، رفضها هناك وقبلها هنا، لو شنو؟ لو مو هو الموقع؟ لا، وقعت الوزارة اللي موجودة حالياً بحكومته. وصلت لهاي لمحمد الشياع؟ ما راح يضرب شيء. ما راح ميز كلش. ما راح يضرب شيء. ميز كلش من عنده. مو من عنده، وإنما من المسار العام للحكومة انحرفت كثيراً عما ضحينا لأجله، وانحرفت كثيراً عن أصل ومعنى وفحوى فتوى الجهاد. فتوى الجهاد ما قدمت على أن يجي هيد الشخصيات ويتسلط على زمام الأمور ويتمسك بها أبداً. زين، ولا أنطينا هاي الدماء الزواكي. عملية بالتحقيق وين وصلتوا؟ هاي اللي ذكرتها قبل شوية، قضية الموانع. الموانع يعني للضغط السياسي، الضغط الدولي اللي مورس على رئاسة المجلس، وضغط السياسي الداخلي
شخصيات سياسية كثيرة مشاركة بالحكومة وغير مشاركة بالحكومة ومن الحكومة يتصلون برئاسة المجلس أن هذه اللجنة تكون تحل، وهذه اللجنة يعني يضيق عليها، وهاي اللجنة الدرجة أن أضيف إلي أعضاء أنا ما طالبهم، هو أضيف إلي أعضاء. قلت لهم خلص أنتم أضفتوا هذولا، ضيفونا واحد بعد، واحد خاطر يصير العدد فردي قانونا ما يصير عدد زوجي، ضيفونا واحد بس أو شيلونا واحد. قال لا ما لا تحاشيني بعد. قلت له مو هاي خطأ، هاي خلل، أنا ما راح أقبلهم إذا ما يصير وزن باللجنة، خاطر باكر عقبه لا اصير ما خط قانوني، التصويت لازم يصير فردي فردي. فانت شلون تضيف لي وتخلي ارقامي زوجيه؟ ما يصير هذا الحكي. هذه وحده. شنو اللي صار؟ اطالب الرئاسه بافادات للجنه، اللي يعني وياي نواب من الانبار ومن الاربيل ومن السليمانيه ومن كل المحافظات، نواب كرد وشيعه وسنه، زين. فاطالب بافاد لهم، انا اطلع على حسابي، غيري يطلع على حسابه، ذاك ابن البصره قاعد هناك، لا بأس نروح نكمل بعض المجريات، ولكن بشكل قانوني ورسمي لا، ما عندي ولا إفاد واحد. كل ما أقدم طلب إفاد للجنة يرد عليه. شنو معناتها؟ شنو يعني أنا أريد ترجمة من الآخرين، ولكن ماضي إيه والله ماضي ماضي، لو كلفني هذا روحي، مو يكلفني روحي هسه ماضي، أنهي هذه الإجراءات وهذا المهزلة اللي جاي تجري بالموانئ، قسم بلا إله إلا الله. الحكومة جسرت مدير موانئ أن يرهن الموانئ العراقية، وخاف يتأمل واحد من الشعب العراقي إن أكو إلى مردود من ميناء الفاوفة الدينار لخمسين سنة مقبلة، لا يتأمل دينار نهائياً واحد. نهائياً والله، وأنا ملزم عن يعني 50 سنة وفق جاية المعطيات والإجراءات اللي متبعتها هذه الإدارة. أنا عندي أرقام هسه إذا أذكرها بالإعلام ما يظل حجر على حجر، ولكن ما أقدر أسولف إذا ما أكمل قضايا الدستورية القانونية. مين زين قلت يرهنها؟ شنو راهنين الميناء لمن؟ سيد الفاضل ميناء الفاو، حصرا راح أعطيك ميناء الفاو. ميناء الفاو ذهبوا إلى إعداد جدوى اقتصادية. زين جدوى اقتصادية، وأن يذهب الطرف الآخر للتعاقد مع شركة هي مرتبطة مع إسرائيل، خلي يسمع الشعب العراقي جميعا، شركة أبو ظبي عندها جوينت فنجر، عندها شراكة مع شركة أرباب الإسرائيلية للتجارة، ونزلوا على مواقع التواصل وشوفوها شركة. من يشغل موانئ أبو ظبي؟ موانئ أبو ظبي عمرها 2006، أنشئت 2006 وإدارتها وغيرها، وهذه أنشئت 2006، وإحنا موانئنا 1919. من موانئنا ومن فعالياتنا ومن أكاديمية البحرية خرجنا علي عبد الله صالح، وخرجنا معمر القذافي، وخرجنا رؤساء تشكيلات. هسه اليوم احنا 1/7 يا شعب العراقي، معهد الموانئ انطيه لميناء ابو ظبي، خلي يسمع رئيس الوزراء، خلي يجاوب. عندها الشركة اللي متعاقدين وياها، عندها شراكة مع شركة مع إسرائيلية. نعم. إسرائيلية نعم، ويدرون بها الجماعة وتعاقدوا وياها، ويدرون وماضين على قدم وساق. أدري شنو اللي يخليهم ومن راحوا الواشنطن، أذكر الوفد العراقي، من راح الواشنطن على أي أساس؟ وشنو المعنى من عندها أن تقولوا لهم بواشنطن أن احنا ذهبنا إلى إعطاء نجيب ساروس هالقد شو اسمه سرويس، وهذاك وميناء وموانئ العراق طنا أهل أبو ظبي؟ شنو المعنى من عندها؟ شو عليهم هم أبو ظبي؟ شو عليهم واشنطن بقضايانا الداخلية؟ شنو الجماعة يريد يرضون أمريكا بأي طريقة؟ إذن يردونها بأي طريقة؟ أنا ما أعرف، بس أعرف قضية واحدة بس. الانحدار اللي إحنا ماضين باتجاهه ما لم يكن هناك خطوات تصحيحية وأن تعود السفينة إلى مجراها الحقيقي، هنالك هاوية بالمستقبل. حتى وأن يكون الشعب العراقي راض ومقتنع بالمنجزات الحالية، ولكن هي بعيدة كل البعد عن المجرى الحقيقي. تمام، هسه هاي لقيتوها شركة إماراتية عندها بالمناسبة خلي أكمل لك في القضية قاطعك بالخير. احنا موانئ أبو ظبي ذهبوا إلها بشكل وفد، بالمناسبة احنا دافعين بأكثر من 60 مهندس راحوا لإيطاليا درسوا بإيطاليا لتشغيل ميناء الفاو، مهندسين وخبراء وكفاءات موجودة عراقيين، ذهبوا إلى إيطاليا تدربوا على إدارتها، مع العلم هم اختصاص موانئ وإدارة موانئ وخريجين اختصاص، لأن الإدارة الحالية هو مو اختصاص. إيش قالت؟ قالت لا ما نحتاجهم أصلاً،
اصلا يقول لي ما عندي خبرات، اي انا اصرف عليهم ادزهم دورات لمصر بكذا مليون دولار ويرجعوا لي اغبياء. هذا مدير الموانئ اللي يقول لي هيك، شنو منو الاغبياء؟ الشعب العراقي اغبياء؟ موظفين اغبياء؟ يقول لي ما يعرفون يسوون الاتمته، ما يعرفون يديرون هاي. شوف الحجج وين يروح. زين يروح الى شركات اخرى. زين انت رحت لموانئ ابو ظبي، شنو معناها؟ وموانئ ابو ظبي راح وياها العوائد والاجور تحددها موانئ ابو ظبي. هاي شلون يعني؟ اي هاي بعد. لا لا بس وضح ليها، لان ما تحددي. يعني عوائد واجور اني اداره الموانئ تديرها ابو ظبي، تجي تدير ميناء الفاو. ميناء ابو ظبي يدير ميناء الفاو؟ ميناء العراق العفو. ميناء ابو ظبي يدير ميناء الفاو. لا لا سياده النائب وقف لي. اي. يعني ما تنعقل. يعني ميناء مال دوله ثانيه يجي يدير لي مينائي؟ وهو منافس الي وبتشغيلي يموت ميناءه. ايه. بتشغيل ميناء الفاو بالشكل الصحيح يموت ميناءه. ولكن هي الخطوه الاضحوكه على الشعب العراقي. ليش؟ لان ايش يدرون؟ يدرون ان هاي الدوره النيابيه الخامسه راح تنتهي. راح تنتهي وما ينتهي مضيهم باتجاه التعاقدات ومشروعهم. مشروعهم الابدي. لا لا بس بس هذا باتفاق. يعني تعال يا ميناء ابو ظبي تعال دير لي ميناء الفاو. اي هذا اللي عقد بتعاقدوا وياه. هذا راح يسووا دراسه جدوى ودزوا وفد لي غادي الى ابو ظبي وقعد الوفد بابو ظبي وعلى اساس ان يتشاركون 50 سنه بعد الامر ثم العوائد والاجور ذن الارباح وما اعرف ايش وهذه ذن العوائد المردودات الماليه تحددها من هي؟ تحددها شركه موانئ ابو ظبي وتاخذها على العراق وتاخذ من عندها نسبه. شنو ما تاخذ نسبه؟ تاخذ نسبه مقابل احنا شنو؟ متعودين بالمناسبه انت لا تستغرب متعودين هسه عندنا العقود اللي موجوده. شنو العقود اللي موجوده؟ اقل عقد هيك هذا العقد البسيط اللي مليارين ثلاثه بالشهر يحصل صاحبه ابو الشركه الاهليه هو شراكته 60% للقطاع الخاص والقطاع الحكومي 40 ويصعد لحد 98% بعد. وعندنا شركات اصلا قاعده البيانات خلي يسمع رئيس الوزراء قاعده بياناتنا عندهم قاعده بيانات الـ كل اللي جاينا كل اللي جاينا بالموانئ عندهم عندهم قاعده بياناتهم ايش اسم التاجر وش اسم البضاعه ايش اسم التاجر وش اسم البضاعه وش اسم الشاحنه وش رقم الحمله رقم الحاويه ونوع البضاعه وقيمتها ووين رايحه ويا مخزن هاي كلها الداتا كلها عند الشركات الاهليه اللي هي مشبوهه. زين منين جتهم هاي؟ تجيهم وفق التعاقدات اللي موجوده. زين احنا تعاقدنا ويا شركه اماراتيه وجبناها هاي حتى شنو تبني لنا الميناء لو شو تسوي لنا؟ لا اداره وتشغيل احنا فلوس اداره وتشغيل احنا مو عندنا موظفين يديرون احنا الميناء احنا موانئنا عندنا 8000 عندنا 8000 خبير و8000 وطني في الموانئ العراقيه شركه ويروح يجيب له شركه كلهم عطلوهم كلهم عطلوهم وخلوهم تبع للشركات التشغيل المشترك دول يقومون بفعالياتهم وابو التشغيل المشترك حاط له كرسي ويحسب واردات رصيف واحد احنا صارفين عليه نص مليون نص مليار دولار رصيف واحد قرابه ال 500 مليون صارفين على هذا الرصيف اعطي الى شركه جهتين سياسيه الديره حاليا رصيف نفطي الديره احنا صارفين فلوس عليه شوف ماخذين قرض من اليابان زين واحنا صارفين فلوس عليه يعني هذا المبلغ وانشاناه هسه بمرحله معينه وصلنا الى مرحله اجت شركه قعدت حطت لها كرفان وكرسي قعدت شركتين قطاع خاص وسياسيات 100% اجت قعده وقالوا هذا الميناء ميناءنا والفعاليات اللي تدار بهذا الميناء احنا ان بها نصيب تشغيل عوائد واجور يابا انتم اجتبعتوا جير بسامير كوشي مدافعين شلون تاخذون عوائد واجور؟ هذا قانون الموانئ الشركه العامه للموانئ العراق تدير نفسها بمعزل عن القانون العراقي وبعيد عن السلطة العراقية ما يديرها أي سلطة لا رئيس وزراء ولا وزير نقل ولا قضاء ولا أي جهة توصل ليها من استلم فرحان الفرطوسي إلى اليوم كل شيء ما سأوله نهائيا مع العلم المخالفات على قدم وساق ماكو ورقة صادرة من موانئ العراق إذا ما بيها مخالفة قانونية حل أبد والله أنا أتعهد وهذه أخلي يسجلها عليه وعندي الأدلة مو هيك زين قلت انه اكو دول اتصلت بكم هوايه على هذا القصه، دول اتصلت وشخصيات سياسيه نعم السفيره الامريكيه تتصل وهذه السفيره الامريكيه نعم تضغط على حل هاي اللجنه.
السفيره الامريكيه نفسها وحمزه بحزانيه بعد. اوف شنو مصلحه السفيره الامريكيه بلجنتكم؟ يعني لازم تنحل لجنتكم. اسالوها. لا ما نسال احنا هيك ناس ما نسال. انتم ما تسالوهم. لا احنا هيك ناس ما نسالهم لان ندري بهم اعداء هذا البلد بصراحه يعني. والله ما عندي غايه حقيقه. بس منو اللي عنده علاقه هيك قويه حتى يدفع السفيره الامريكيه حتى تطالب ب حل هذه اللجنه؟ مجريات اعمال الاداره الحاليه اللي تصب بمصالح امريكا. اها نعم هي اللي تدفعها ببقاء هذه الاداره. يعني هاي الاداره مستفيده منها امريكا؟ نعم. وهذا التعاقدات وهذا الترهل وهذا البذخ والصرف من الاموال واهدار الاموال يمين يسار واضعاف الواردات غير النفطيه العراقيه هذا غايه امريكا. زين انت هسه توصف لي وحده اداريه رهن المياه الاقليميه العراقيه واضعافهم. بابا احنا حكومه من كثر القوه ما قدرنا نرسم حدودنا البحريه بيننا وبين الكويت. خمسة ستة مهندسين خبراء شرفاء ما قدروا يختاروهم ويروحون يرسمون الحدود. إلى هذه اللحظة الكويت تتبجح وتتجاوز وتتطاول على مياهنا الإقليمية ويوميا ناصبين منصة نفطية مياهنا الإقليمية على مرأة ومسمع من الحكومة وكلهم ساكتين من رئيس وزراء إلى وزير الخارجية والكل. ليش ساكتين؟ يستحون من الكويت. يستحون من الكويت؟ أي نعم. بس ما يستحون من الشعب العراقي. شاي يستحون من الكويت، يستحون من امريكا، يستحون من تركيا، يستحون منين ما يستحون ذول؟ ما يستحون من اللي ناموا بالتراب المقدسة. والله سطرتني. لا والله ما والله اليوم سطرتني. هسه قاعد توصف لي دائرة واحدة على انه هي هاي كأنها من كوكب آخر. أيوة. يعني كأنما تحكي لي عن دائرة هي بالصومال، أصلاً مو بالعراق. زين، إذا كل هذا الفساد وكل هاي المصايب وتقول ما عندهم ورقة ما بيها فساد. أيوة. معقوله رئيس الحكومه ما يدري؟ اي معقوله ما يدري؟ لا يدري. لا يدري؟ لا يدري الرجال يدري والضغط السياسي اثر عليه ولاحظت اني مضغوط عليه سياسيا على اعتبار انه خرج بشكل واضح وصريح بدائره تلفزيونيه ويدري انني باشر عندي استجواب واستضافه لمدير عام الموانئ بيوم الخميس يوم الاربعاء يطلع وياه بدائره تلفزيونيه ويرسم له ان احنا سوينا الارصفه هيجي وسوينا الارصفه وجبنا الارصفه 5 مليار دولار احنا صارفين على الارصفه وعلى ميناء الفاو واذا اشتغل بعد 5 سنين العراقيين كلهم يقولون هذا كذاب خلي يطلعون صورتي يكتبون عليه كذاب. بعد واذا رجع لهم للعراقيين من ميناء الفاو بعد تشغيله اذا استلمته إذا استلمتها وبقت هاي الإدارة ودارت هاي الأمور إذا رجع لهم بمردود فعلي إلى الخزينة العامة إذا رجع لهم دينار واحد حتى لو خردة مو مصمد عتبوني. زين وين هاي التوصيات وشو تكملوها والمن راح ترفعوها؟ يعني بادئ الأمر إحنا نعول على القضاء العراقي بهذه التوصيات أكثر ما نعول على أي إجراء. نرى تحولها للقضاء هاي؟ نعم نحيلها إلى القضاء ونتوسم بالقضاء العادل أن ينال كل يعني أنتم بالبرلمان يأسين من أي محاسبة الآن؟ ماكو محاسبة يعني نهائيا؟ دورات أكو بعض الحركات ولكن بكم الضغط اللي موجود أنا شوية يائس كم الضغط اللي يمارس على البرلمان أنا شوية عندي هاي المشاريع والجدوى الاقتصادية مالتها وأكو يعني حسب تحكي لي عن انه الحكومه بدون مناقصات بدون كذا بدون انا اعرف هواي تفاصيل انه هاي المشاريع تمر بمجموعه من الضوابط اللي توضعها الدوله مثلا اول بدايه مناقصه تصميم مناقصه بعدها لجان شراء بعدها لجان اعتدال كل هاي ما موجوده هسه شنو القصه؟ اذا لقيت الموجودات ولقيت دورهن معمول به انا امام الشعب العراقي اقدم استقالتي الى من البرلمان وارجع لا كل الدوله أطفالي. كل الدوله نعم الا انبوب العقبه بصر عقبه طلبوا تجهيزات وهذه وما اعرف ايش وصاروا شفافين تجهيز انابيب بصره حديثه وما اعرف ايش وهذه السوالف وهذه بالمناسبه انا اشك يعني ان الانبوب وهذا شفت يعني انبوب قبل شهر او اكثر قبل العيد بشهر او اقل من شهر قبل العيد الاضحى
شفت اكو انبوب يسحب خارج حدود البصره. هسه شنو اسبابه؟ هو بعيد عن هذا ما اعرف هسه هو هذا غير قياس 56، يعني قياس هذا الرقم حجم الانبوب مقارب إلى بواعد. قلت احتمال ان الحكومه بدات باتخاذ خطوات استباقيه ان يخرج الانبوب خارج نطاق المعارضه البصره واطراف. عندما يمر الانبوب بصحراء البصره راح يكون هناك الامر اهون فيمر بسلام براحته. يعني الحكومه عازمه على سحب هذا الانبوب. لازم سحبه. اي سحبه تلبيه ل انا متاكد هي خارج قناعاتها ولكن تلبيه للضاغط. انت قلت يريدون الكرسي. لا الكرسي مهم. يعني كرسي مقابل هذا. هذا اللي احنا يعني جاي نلمسه من خلال التطبيقات. انا اليوم احلل مواقف اباوع على الموقف هذا ليش يصير وليش يصير الضغط. هم يعني احنا اللي ندري به هواي من المسؤولين يحاولون يسترضون الاطراف استرضاء لا اكثر. على يعني هم يتبرعون على حساب مليون برميل يوميا من خير البلد. مو اول مره يصير. اول مره مليون برميل. اول مره يصير. لا مليون ما كان احد يعطي مليون. يبقون منا أنا 50,000 100,000 هناك. ذاك يهرب على الإقليم يهرب ل 150، ذاك يهرب باللنجات 50,000 100,000 ولا يزال على قدم وساق هاي التهريبات. ولكن إن ينطي بشكل هيك جهارا نهارا أمام العلن هذا شيء فاضح. زين أكو شيء اسمه عقود الشراكة. أما ما حقيقة ما أعرف شنو تفاصيلها بس أهم تحدث عليها حضرتك هواية. شنو المشكلة بيه؟ يعني عقود الشراكة أن أنشئ أو ينشئ الآخرين القطاع الخاص منشأ معين. الحكومة ما تقدر تنشئ هذا ويديره كأن يكون أي هذا. عندنا مثلا في وزارة الصناعة عندنا شركة الفحص والتأهيل المشاريع هذا اللي تابعة لوزارة الصناعة. يجيبون شركة تجيب أجهزة وتدرب كوادر الشركة وتشغل من كوادر الشركة وتتحمل رواتبهم وإلها نسبة بهذا الأرباح اللي هي إزاء الفحص و يعني فحص المشاريع. زين هذه الشركة اجت اشتغلت لها سنة، شركة أردنية اسمها سمارت كلاود، اجت اشتغلت بالوزارة الصناعة بالوزارة واشتغلت بالشركة ما جابت وياها لو برغي. كل شباك اخذت كرسي من الشركه وقعدت. امبرغي ما جايبه. زين واشتغلت كملت السنه كامله عقديه وانتهت السنه العقديه. هو لازم يطلع خبراء. ايش قام يسوي؟ قام يروح يجيب من المتقاعدين من الشركه ان تعالوا سووا محاضره للمهندسين. خذ محاضره محاضرتين هيك درامات بالعيون في حين هو لازم يطلع يخرجهم ويجيب اجهزه حديثه للفحص ويدربهم عليها. خاطر من يطلع تبقى الاجهزه وذولا متدربين عليها. هاي الشركه ايش قد تطوها هاي؟ يعني قرابه 7 مليار دينار تاخذ سنويا. 7 مليار دينار؟ دينار سنويا. أي. مقابل انه تجي تحط كراسي وتقعد؟ اصلا كراسي هي الكراسي مال الدوله. كراسي الدائره. نعم. وطالبنا ان لا يمضي هذا العقد ويحقق به على اعتبار ديوان الرقابه الماليه صدر تقرير ديوان الرقابه الماليه طويل ويذكر لهم ان هذه مو بمكانها وما سوت فرد شيء وما قامت بفعل معين. تروح الوزارة إلى تشكيل مجلس تحقيقي على بعض الموظفين إن ليش ما مشيت العقد وليش فأخرته. منها وقيس حكينا على هسه العقود في عقود التشغيل المشترك في بقية الوزارات وبما فيها الموانئ العراقية. الموانئ العراقية عندنا ما عندنا فعالية من فعاليات الموانئ العراقية إذا ما بيها هو عقد مشترك تشغيل مشترك سيء الصيت. ليش؟ لأن أنا اليوم أتعاقد وياك على أن تجيب لي هذا الجلاس وتأخذ فلوسه. إيش قد فلوسه؟ 5,000 دينار. 5,000 دينار تأخذين خلال 5 سنوات تفكين أنطيك سنتين ربح وياها الربح إلك على 5,000 صار 7 سنوات. 7 سنوات استرديت مبلغك واسترديت أرباحك. هذه بشكل مبسط أعطيك أوصفها. بس مال أجي بعد نهاية ال7 سنوات وأخذت أنت اكتفيت كل شيء ولازم أني مدرب عندي أنت دربت عندي كوادر والكوادر هي اللي راح تدير هذا المنشأ وتمشي به. بعد نهاية هذه ال7 سنوات أتعاقد وياك بدون ما تعطيني سنت واحد فلس واحد درهم واحد أتعاقد وياك 24 أو 20 سنة هذا الظلم. هنا لازم رئيس الوزراء يوقف بنفسه
بالموانئ ويقيلهم ويحيلهم الى الجديده هاي لو سابقا معمول بها لا لا هي سابقا معمول بها ولكن تفاقمت وملاحق العقود اللي ابرمت بها تمديد المده العقديه بهذه الحكومه. زين اذا انكشف الفساد في حكومه السوداني ايش قد تتوقعه؟ بس على الاقل مقارنه بالحكومات السابقه. ما اعرف بس هو كانت عندهم الموازنه هي اعلى موازنه بالحكومات السابقة. بس مو معناتها اذا واحد عنده اعلى موازنه معناته هو اعلى قيمه اعلى عمليات فساد. مو هو اكو فد قضيه بالمناسبه. بهذه الحكومه لا يثبت هنالك فساد. ما يثبت؟ اي ليش؟ لان احنا ذهبنا باتجاه قضايا قانونيه بحته. شلون؟ يعني سويت مناقصه. ايه. تجهيز اقداح. تجهيز اقداح انا ما لي علاقه بها بسعر السوق. انا شركه خاصه اجيت. شركه خاصه اجيت هذا يا بيش القدح هذا قيمته 5000 انا اقيمه ب 5000 دولار. منو اللي مو اكو لجنه اعتدال اسعار لو لا؟ غير هي تروح للسوق تشوف شنو بيش هذا يصير هذا بيش هذا؟ ميته سريريا. ها؟ ميته سريريا. منو اللي موتها؟ لان هو اكو توافق على موتها. اكو توافق على الفساد في هذه الحكومه اكثر من غيرها يعني لو هو التوافق موجود من بالمحاصصه لا لا بس ان يكون توزيع هذه المشاريع بالشكل العادل عليهم هو هذا خير توافق يعني اكو هسه توزيع بالشكل العادل بشكل عادل على الكتل السياسيه يعني حسب الاوزان ها نعم يعني هاي الكتله السياسيه تاخذ هيك مشروع هاي الكتله السياسيه تاخذ لا مو استحقاقك ايش عندك التقليلات جماعتك مقابل هذا انت حاط السبير بارت مالتك الشركه اللي تشتغل وياك مقابلها نعم وقامت الشركات تتحكم حتى بالكتله السياسيه الان هاي بعد شفت انت شركات راحت وفود حكوميه الى خارج العراق الوقت وياك حقيقه مليء بالمفاجات وبالمآسي ايضا شكرا لك سياده النائب ياسر الحسين شكرا لحضرتك انت مشاهدينا الكرام في امان الله